مأرب الجمهورية والدولة، آخر قلاع الجمهوريين الحصينة تواجه محاولات الاختراق الأمني. ماذا يحاك لمأرب؟ وكيف يمكن مواجهة التحديات المحدقة بها؟ وما سر توحد وسائل إعلام الحوثيين والإمارات وحزب المؤتمر على التحريض ضد أجهزة وسلطات مأرب؟ أهلا بكم. انسحبت القوات الإماراتية من مأرب وسحبت معها أسلحتها العسكرية ومنظومة الباتريوت، وتوالت الأحداث بعدها على مأرب. استهداف لنقاط عسكرية من قبل خارجين على القانون، ومقتل نائب مدير أمن المدينة أثناء مواجهة بين قوات الأمن وعناصر خارجة عن القانون في حملة أمنية مشتركة بين قوات الأمن وقوات المنطقة العسكرية الثالثة لبسط سلطات الدولة وضبط عناصر صدرت بحقها أوامر قضائية. تلاحقت الأحداث لتستهدف ميليشيا الحوثي منزل محافظة مأرب سلطان العرادة بصاروخ باليستي دون وقوع أضرار بشرية. بعدها بأيام قام مسلحون قبليون باحتجاز قاطرات الديزل المخصص لمحطات الكهرباء لتغرق المدينة في الظلام. أحداث متتالية لمحاولة إغراقها في الفوضى والفصل بين السلطة المحلية وحاضنتها الاجتماعية. التقت وسائل إعلام الحوثيين والإمارات وحزب المؤتمر في تناولها الإعلامي وتبريراتها للعناصر الخارجة عن القانون في مشهد يعيد استحضار سيناريو السقوط الأول للجمهورية في عمران، حين صور بعض الإعلاميين والنشطاء حرب الميليشيا على قوات الجيش أنها مواجهة بين قوى تقليدية. ما دلالات توقيت استهداف محافظة مأرب؟ وعلى ماذا تراهن الأصوات المتماهية والداعمة مع الخارجين عن القانون لإشعال الفوضى واختراق الكتلة الجمهورية الصلبة؟ آخر حصون الجمهورية والدولة وملجأ اليمنيين الأخير، مأرب المحافظة التي احتضنت الجميع بعد اندلاع حرب ميليشيا الحوثي، وشكلت مقاومتها نقطة فارقة في معادلة الحرب وتأسيس نواة الجيش الوطني. لأجل هذا ظلت مأرب هدف ميليشيا الحوثي الأول. لم توقف الميليشيا قصفها وصواريخها على المدينة وهجماتها على أطرافها، وتحاول بشتى الوسائل إفشال النجاح الأمني في المدينة بإرسال عناصرها التخريبية والتحريض ضد السلطة المحلية هناك. مؤخرا وبعد انسحاب القوات الإماراتية من مأرب، طفت بعض الخفايا على المشهد. كعادتها نفذت الأجهزة الأمنية حملة عسكرية لملاحقة بعض العناصر الخارجة عن القانون والجيوب التي تعمل على زعزعة الأمن. في التغطية الإعلامية للأحداث اتحدت على مأرب وسائل إعلام ميليشيا الحوثي ووسائل إعلام الإمارات، رغم تأكيد قيادة الشرعية العسكرية والمدنية على أن ما يحدث في مأرب هو تثبيت سيادة القانون وبسط الأمن بملاحقة خلايا حوثية تحاول تفجير الوضع عسكريا في المدينة. وسائل إعلام إماراتية زعمت أن ما حدث في مأرب هو صراع بين حزب الإصلاح والقبائل. في السياق ذاته تناولت وسائل إعلام الحوثي الأحداث، وتلاقت معها أيضا بعض وسائل إعلام حزب المؤتمر ونشطائه، محاولات لفصل أجهزة الدولة الأمنية عن حاضنتها المجتمعية لتحقيق ما فشلت الصواريخ والهجمات العسكرية عن تحقيقه باختراق الكتلة الاجتماعية الصلبة الحاضنة للمشروع الوطني. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي خليل المليكي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور أستاذة آسيا، لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. إذا أستاذ خليل، مسلحون خارجون عن القانون على متن سيارة أقدموا على إطلاق النار على أفراد نقطة أمنية بعد مشادة لمحاولة تفتيش من التأكد من هويتهم. هل نعتبر أن هذه هي بداية الأحداث في مأرب؟ نعم، هذا ما حدث بالضبط، وهذه هي القضية المحورية التي على أساسها قامت العناصر الخارجة عن القانون بالهجوم على أجهزة الأمن واستخدام القوة ضد الأمن، مع أن القوة الأمنية كانت تريد أن تقبض على هؤلاء المتهمين وهؤلاء الذين أثبتت النيابة تورطهم في ضرب النار والهجوم على أفراد من الأمن، وراح ضحيتها
فردين من أفراد القوات الأمنية، وصدرت أوامر بالقبض على هؤلاء، وهذا ما تم الاتفاق عليه أنهم سيسلمون أنفسهم. لكن تفاجأت القوات الأمنية بهجوم آخر على القوات الأمن، واستشهد على إثر ذلك نائب مدير أمن مديرية المدينة. هذا الأمر الذي صعد أكثر وجعل القوات الأمنية تقوم بملاحقة هؤلاء العناصر الخارجة عن القانون، وحدث ما حدث من تلك الأحداث. إذن هل ما حدث بعدها أستاذ خليل هو تدخل الدولة ضد الخارجين عن القانون؟ وبطبيعة الحال هناك من استفاد من حالة الفوضى الأمنية، كيف تابعت حملة التحريض آنذاك؟ نعم، الأمن والسلطة المحلية في المحافظة ووزارة الداخلية بشكل عام يعني قامت بواجبها الوطني تجاه الخارجين عن القانون، وهذا ما لابد أن تعمله أي دولة من الدول، أن تعاقب وتلاحق أي شخص يريد زعزعة الأمن والاستقرار في أي منطقة. وقامت السلطات الأمنية بواجبها وتجاه هؤلاء الذين يريدون أن يمسوا حياة الناس وسكينتهم و أمنهم واستقرارهم. مدينة مأرب مدينة تشهد أمن واستقرار والجميع يخضع لسلطة القانون. هؤلاء أرادوا أن يحدثوا مشكلة وأن يحدثوا كارثة لهذه المحافظة التي التجأ إليها ونزح إليها مئات الآلاف من اليمنيين. هناك أصوات تغرد دائما خارج السيربتورية ولا تريد أن تكون في صف الجمهورية، ولا تعتبر من الأحداث الماضية التي حدثت في 2014، هي تعودت على أن تأكل من تحت أقدامها، وهذا ما حدث بالفعل. الكثير من الناشطين لم يعتبروا وهم مجرد شقاب يأخذون أجر مقابل هذه الكلمات التي يرضون بها الطرف هنا وطرف هناك، ويقفون دائما ضد الجمهورية. ولو كانوا يريدون حقا دولة نظام وقانون لما وقفوا ضد السلطات الأمنية ولا اعتبروا بما حدث من 2014 حتى اليوم. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا زيد الشريف الناشط السياسي عبر سكايب من برلين. مساء الخير أستاذ زيد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. إذن كونك ابن محافظة مأرب أستاذ زيد، هناك من تحركت هي الدولة ضد عناصر خارجة عن القانون، هل نستطيع القول أن مأرب أثبتت مجددا أنها معقل للدولة في هذا الظرف الاستثنائي؟ نعم، أولا أنا لست من محافظة مأرب، وإنما نحن بين مأرب وصنعاء، فالكثير يحسبنا على مأرب، ولكن هو فخر لكل يمني أن ينتمي إلى هذا المحافظة الأبية التي لجأنا وأوينا جميعا إليها. أثبتت مأرب في الحملة الأمنية الأخيرة أنها معقل للدولة، وأن القوات الأمنية التي بنيت على أساس وطني استطاعت أن تتعامل بمسؤولية تامة مع المخربين والمتمردين في المدينة، والذين أساسا كانت هذه الحملات التخريبية امتداد لحملات تخريبية سابقة استهدفت الأمن في وسط مدينة مأرب، منها زرع عبوات ناسفة والأغام داخل المدينة، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات الوطنية والقيادات العسكرية، وكذلك استهداف مأرب إعلاميا في القنوات وفي المواقع التواصل الاجتماعي، وترويج بعض الكلام الذي لا يمت للواقع بصلة عن مأرب. مأرب واجهت كل هذه المخاطر، وواجهت كل هذه المحاولات لإقلاق السكينة العامة، ليس لأهل مأرب فقط وإنما لكل اليمنيين الذين يسكنون في مأرب. دافعت عنهم مأرب ودافعت عنهم قوات الأمن وبطريقة قانونية، ولأول مرة أعتقد في تاريخ مأرب يتم الضبط بطرق قانونية وبأوامر من القضاء، فهي بادرة طيبة، وأثبتت القوات الأمنية أن لدينا قوات أمنية قادرة على مواجهة التحديات، وتعاملت بطريقة قانونية أثبتت أنها فعلا يعني معقل للدولة اليمنية القادمة بإذن الله.
نعم، وأنت تذكر القوى الأمنية أستاذ زيد، يعني لو تحدثنا عن قوة الأمن والمؤسسة الأمنية في مأرب ومقارنتها بالمناطق الأخرى كعدن وتعز، والتي تحتاج إلى تثبيت أركان ووجود الدولة، كيف يمكن المقارنة؟ استطاعت مأرب في وضع حرج، أعتقد أن وضع مأرب كان أحرج من وضع بقية المدن، وربما ذلك كان سبب في أن تبني مأرب قوات أمنية بهذه القوة وبهذا الصرامة وبهذا الحزم، لأن المخاطر تحيط بها من كل جانب. لا ننسى أن مأرب ما زالت تواجه صواريخ الكادوشة وصواريخ قريبة المدى، لا يبعد انطلاقها أقل من 20 كيلو متر من مدينة من صرواح. ربما هذه المخاطر وهذه الأزمات التي تحيط بمأرب جعلت منها تبني هذه القوات الأمنية القوية التي تعاملت مع الوضع بهذه الصرامة والحزم. المدن الأخرى تتواجد فيها قوات أمنية كذلك، لكن ربما الإشكالية السياسية في بعض المدن أو الإشكالية القيادات الأمنية التي تدير هذه القوات ربما يكمن الخلل فيها. أما القوات الأمنية فهي متواجدة، وأعتقد أن وزارة الداخلية متواجدة في كل المدن، ولكن أغلب المدن لا تخضع لوزارة الداخلية، منها مثلا عدن هنالك عدة جهات تسير بعض القوات الأمنية أو القوات الجيش. ما تميزت به مأرب هو انسجام جميع المكونات، لذلك ظهر لدينا أمن قوي، لأن الجميع تعاون مع الأحزاب السياسية، تعاونت مع الأمن، القبائل تعاونت مع الأمن، القوات الجيش وقوات الأمن توحدت على هدف واحد وهو تأمين وتحرير مأرب، وأنجزوا الجزء الأول وهو التحرير، وأنجزوا الجزء الآخر كذلك وهو التأمين. أعتقد أن وحدة القوات السياسية ووحدة مكونات المجتمع هي التي ساعدت الأمن على أن يثبت دعائم الأمن في مدينة مأرب، وهذا ما افتقدته بعض المدن في مناطق أخرى. نعم، إذا ابقى معي أستاذ زيد، أعود إليك أستاذ خليل. أستاذ خليل، يعني منحنى خطر مرت به مأرب خلال الأيام الماضية، كيف تابعت الأحداث وتطوراتها الأخيرة؟ نعم، المنحنى الذي حصل في مأرب منحنى خطيرا، وأراد البعض أن يحول هذا المسار إلى مسار طائفي أو مناطقي أو ما شابه ذلك، لكن أثبتت الوقائع بأنه عبارة عن عصابة خارجة عن القانون، تعاملت مع الأجهزة الأمنية بكل صرامة وبكل قوة وبكل حزم، وكان المجتمع المأربي وكذلك المجتمع المتواجد في مأرب كله ضد أي خارج عن القانون، والتقت الدولة مع القبيلة وتكاتف الجميع وكذلك الأحزاب السياسية الفاعلة، كلها كانت ردود أفعالها بأن الدولة قامت بواجبها، وأن من اعتدوا على القوى الأمنية وحاولوا إثارة الفوضى في محافظة مأرب هم عصابة خارجة عن القانون، وتم التعامل معها حسب الطرق القانونية وبأوامر من النيابة، وهذا الذي حدث بالضبط. تابعت أنا وكغيري من أي مواطن موجود في هذه المحافظة أن الأمن سيقوم بواجبه، وأن هؤلاء لن يكون لهم يد على محافظة مأرب، وأن الدولة موجودة، وأن اليمنيين الذين دافعوا عن الجمهورية من أول وهلة من 2014 لن يسمحوا بأن تعود الفوضى إلى مأرب وإلى غيرها من المحافظات المحررة. الأحرار دائما لن يكون لأحد عليهم يد، وهذا ما حصل في محافظة مأرب، ومأرب هي نموذج الدولة الوحيد في الجمهورية والمعقل الوحيد معقل الجمهورية، على الجميع أن يحافظ عليها وعلى الجميع أن يقف في صفها، وعلى الدولة أن تثبت أن تكون لها سلطة على كل المحافظات المحررة، وأن تفعل الأجهزة الأمنية، لأن الناس قد يئسوا والناس قد تعبوا من أن العصابات ومن الميليشيات الخارجة عن
القانون لن ينعم اليمنيون ولن تستقر حياتهم إذا كانت تحكمهم عصابات، وهذا ما يحدث الآن في صنعاء وفي محافظات التي سيطر عليها الميليشيا الحوثية. لا يوجد أمن، لا يوجد أمان، الناس يعيشون في خوف، وإن حاولت الميليشيا صناعة الأمن في وسائل إعلامها، لكن ما يحدث أن هناك انتهاكات في حق كل اليمنيين الموجودين تحت سيطرة الميليشيا، أي ميليشيا كانت وأي داعم كان لهذه الميليشيا. نعم، إذا اسمح لي ضيفي العزيزين أن أنتقل إلى الأستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب ريس عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى جميع الضيوف الكرام. أهلا بك. إذا كانت مأرب مسرحا للأحداث لأحداث عنف، وهي محاولة بعض العناصر الخارجة عن القانون لزعزعة الأمن وإحداث الفوضى، كيف قرأت أبعاد وتداعيات هذه الأحداث؟ طبعا الاشكال يا عزيزي ان اي حدث في مأرب يتم تضخيمه اعلاميا بشكل كبير ويحدث الصداع، لان هناك الكثير من المتربصين الذين يطمحون الى عوده اللادوله في مأرب وفي جميع محافظات الجمهوريه. هؤلاء موجودين في صفوف الحوثي، وللاسف ان هناك في صفوف الشرعيه موجود من ضمن من يريد لمأرب ان لا تستقر. الحدث كان حدث طبيعي جدا، خروج عصابة خارج عن القانون، تم التعامل معها بأوامر من النيابة العامة، وتم اتخاذ الخطوات القانونية، وتم التعامل معها بمهنية وبحرفية عالية. تم السيطرة على تلك العصابة التي ترتبط مع جماعة الحوثي، وللأسف أن هذه العصابة هي نفسها التي أدخلت جماعة الحوثي إلى مأرب، إلى منطقة الجبينة والمنين وإلى السد، وهي التي راح أكثر من 1000 شهيد في هذه المناطق بسبب خيانة هذه الأطراف. العملية ليست بتلك الذي يصورها البعض تلك الخطورة، أو هناك الأمن لديه السيطرة الكاملة ولديه المعلومات المتوفرة ولديها القدرة من الكادر الأمني المؤهل على السيطرة على هذا المشاهد وعلى هذه المواقف الموجودة. إذا ما هو تفسيرك ل يعني هذا التوحش ضد السلطة المحلية وضد مأرب من كثير من الأصوات، والتي وصفتها ربما بالتضخيم أيضا الإعلامي، ما أن يحدث حدث حتى نجد الجميع يهرول لانتقاد ما حدث في مأرب، ما هو التفسير؟ لا، هي كما قلت هناك موجود طرف العدو واضح وصريح، وهو عدو موجود كالحوثي، وهناك أطراف إقليمية محددة تعمل على زعزعة استقرار اليمن بشكل كامل، ومنها مأرب، ولا ترضى عن وجود الدولة أو وجود الشرعية ومكون الشرعية في أي محافظة من محافظة الجمهورية، وتعمل على زعزعة هذه المحافظات ومنها مأرب. وهناك أطراف للأسف هي لا زالت فاتحه خط مع الحوثيين او مع الاطراف الاقليميه، وتحاول ان تدس السم من وسط اوساط الشرعيه. للاسف ان هناك الكثير من المسؤولين او مجتمع مسؤولين في الشرعيه كان موقفهم سلبي، وكان هناك خطاب اعلامي من قبل هذه الاطراف اكثر حقدا واكثر تحريض على مأرب من الحوثي بذاته. هذه الاطراف اكتشفت هي التي روجت في 2014 لدخول الحوثي الى عمران، وهي نفس الاقلام التي هلهلت لدخول الحوثي الى عمران وصنعاء بحجه محاربه الاصلاح، هي نفس تلك الاقلام عادت من جديد وبعباءه اخرى تحاول ان تروج للفوضى في مأرب، وتحاول ان تصور ان هناك مظلوميه وهناك استقصاد لفئه معينه. يا عزيزتي، هناك قتل لجنود الامن المركزي، تم استهداف الامن المركزي وتم اعطاء مهله 3 أيام لتسليم المطلوبين امنيا الى الجهات الامنيه. لم تتجاوب الاطراف الخارجه على القانون، لم تجاوب من بيت الامير ومن الاطراف الاخرى، لم تجاوب مع الجهات الامنيه، لم يكن هناك اي مانع من ان تنفذ القوات الامنيه عمليتها بكل احترافيه ومهنيه، وتم القبض على المتهمين وتم اعتقال الخارجين عن القانون، وسيحاكموا بمحاكمه عادله امام القضاء وامام المجتمع المدني بشكل كامل. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب ريس، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ زيد. أستاذ زيد، هناك محاولة لجرف الصراع من صراع وطني إلى آخر طائفي، ما صدى ذلك برأيك؟ للأسف هنالك بعض الأصوات التي تريد أن تجر الصراع في مأرب إلى صراع طائفي، وهذا ليس صحيح، لأن القوات الأمنية توجهت ضد مخربين بغض النظر عن انتمائهم، بغض النظر عن قبيلتهم، بغض النظر عن منطقتهم التي يسكنون فيها ويقطنون فيها.
ولم يكن وأول شهيد استشهد من قوات الأمن كان من أبناء المنطقة التي خرجت الحملة الأمنية عليها، وكثير من قتل الميليشيات داخل هذه المنطقة أتوا منهم من صنعاء ومنهم من بقية القبائل المختلفة، وهم أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، انضووا تحت المخطط الحوثي لإقلاق السكينة العامة في مأرب. هؤلاء وغيرهم أثبتوا فعلا أن الصراع داخل مأرب هو صراع بين قوات الشرعية وبين خلايا الحوثي التي انسجمت أعمالهم مع ميليشيات الحوثي، واستهداف منزل اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب بالصواريخ ما هو إلا إثبات للتعاون بينهم وبين الذين يقفوا وراءهم من صنعاء أو من صعدة. فكانت بعض الأصوات سواء التي هي أصوات حوثية حاولت أن تصنع مظلمة كما صنعت في تعز من مظلمة بيت الرميمة والجنيد، أرادت أن تنقل هذه الصورة إلى مأرب، لكن أبناء مأرب ومنهم أبناء المنطقة التي خرجت الحملة فيها أثبتوا أنهم وقفوا إلى جانب قوات الأمن وأنهم متخلين على المتمردين، وأن المتمرد لا قبيلة ولا أسرة ولا 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 أحد يأوي. فهذه وتعاون أبناء المنطقة أثبت فعلا أن الصراع لم يكن طائفي، وتدخل قوات الأمن في المنطقة وحرصهم على أبناء المنطقة أثبت كذلك أنها لم تكن الحملة الأمنية موجهة ضد أحد، ضد أسرة معينة أو ضد منطقة معينة، وإنما خرجت لمخربين بعضهم كان وافد على هذه المنطقة، ونجحت هذه الحملة في أن تظهر للعالم فعلا أنها تعاملت بمسؤولية عالية بعيدا عن المنطقة الطائفي أو المناطقي. نعم، إذن أعود إليك أستاذ خليل، ونحن نتحدث أيضا عن الحملات الإعلامية التي تواجه أو تقوم مع أي حدث يحدث في مأرب. يعني هناك من برر من وسائل الإعلام والنشطاء الخارجين عن القانون وتصويرهم لهذه المعركة بأنها مع عناصر حزبية وأخرى قبلية وليست بين الدولة ومتمردين، بنفس التعاطي مع معركة سقوط عمران، ما رأيك؟ نعم، هؤلاء تعودوا على هذا الشيء منذ أن سقطت صنعاء، ولم يعتبروا، مع أنهم أكثر ربما تعرضوا لانتهاكات، ربما تعرضوا لممارسات ما تعرض له كل أحرار اليمن الذين وقفوا في وجه الميليشيا الحوثية. هؤلاء تعودوا أن يكونوا ضد الجمهورية وضد أي حر يقف في ضد الميليشيا الحوثية، يحاولوا أن يفتشوا في ألقاب الناس وفي وأن يزرعوا المناطقية، مع أن الذين وقفوا مع الجمهورية لا يمكن لهم أن يفتشوا عن ألقاب الناس ولا عن مناطقهم ولا عن طوائفهم. هناك أناس جمهوريون وقفوا مع الجمهورية، وقفوا ضد الميليشيا الحوثية، واليوم يقفون ضد العصابات الخارجة عن القانون. لكن هؤلاء تعودوا كما قلت لك سابقا بأنهم تعودوا أن يأكلوا من تحت أقدامهم. هؤلاء ينفذوا أجندة لدول ما وينفذوا أجندة كذلك للميليشيا، ما زال لديهم ارتباط مع الميليشيا الحوثية، وأثبتت الأيام ذلك لما تروقهم أن يروا مأرب آمنة ومستقرة وتمثل النموذج الناصع الدولة اليمنية. هؤلاء لا يمكن لهم أن يعيشوا إلا في ظل ميليشيا، ولا يمكن أن يكونوا إلا مطبلين هنا وهناك. لكن هناك كثير من الناشطين ومن الإعلاميين اعتبروا من الأحداث التي حصلت في 2014 ووقفوا مع مأرب وتكلموا ضد هذه الأصوات النشاز التي تحاول أن تدس السم في العسل، ولن يكون لهم ما يريدون، والدولة قامت بواجبها وستقوم بواجبها، ولن تكون مأرب إلا آمنة مستقرة يعني تكافئ كل من وقف مع الدولة وضحى من أجل وجود الدولة منذ 2014. نعم، إذا لو أعطي إليك أستاذ زيد، يعني هناك من يقول أن حضور الدولة مقدم على كل الاعتبارات، ما قيمة هذا القول في هذه اللحظة بالذات؟ من المهم جدا أن يصبح لدى اليمنيون دولة، خاصة أن تبدأ من مأرب التي كانت
تحتكم بنظام قبلي ولا وجود للدولة سابقا في مأرب إلا ما ندر. فأن تنطلق الدولة اليمنية من مأرب وأن أن أن ترسل مأرب لليمنيين أننا قادرون على أن نبني دولة مدنية، قادرون على أن نبني دولة لديها قوات أمنية قادرة على حسم وتأمين المناطق التي تحررت من أيادي الميليشيات. هذه والحيثيات وهذه المنطلقات التي انطلقت منها مأرب وكونت قوات أمنية كبيرة وكانت منطلق القضية الوطنية ومأوى لكل اليمنيين، تعطينا أمل كبير أننا قادرون فعلا على أن نبني الجمهورية بأكملها وليس مأرب فقط. فنأمل أن تكون مأرب بداية الانطلاقة لتكوين الدولة اليمنية المدنية الحديثة، وأن أن أن تكون هي المثل لكل المحافظات، وأن تحذو كل المحافظات حذو مأرب، فهي نعم المثل الذي فعلا تعاملت مع كل أبناء اليمن بغض النظر عن انتماءاتهم ومناطقهم، وتعاملت معهم بكل حرص ورحبت بالجميع في مأرب، مثبتة أن وجود الدولة الآن أحس الناس بالأمان والأمن في مأرب. مع وجود الدولة الجميع تواق للدولة، لكن كنا نفتقد لها. الآن بدأت الدولة تتواجد في مأرب فدعمها الجميع، وقف إلى جانبها الجميع، لأن الناس تتوق إلى الدولة ولأنهم عانوا وجربوا ويلات غياب الدولة. فعندما وجدت الدولة وجدنا الناس كلهم يدعمونها، وجدنا الناس جميعا يقفون إلى جانبها، ونأمل أن ينتشر هذا المثل في كل ربوع اليمن بإذن الله. نعم، إذا أستاذ خليل، يعني لو تساءلنا عن بعد تجاوز الخطر الذي يعني ربما ظن بأنه محدق بمأرب، هل بالإمكان مراجعة الأحداث الأخيرة وتداعياتها الآن؟ لو سمحت لو تعيد السؤال. نعم، قلت لك بعد تجاوز مرحلة الخطر هل يمكن مراجعة الأحداث وتداعياتها الآن؟ نعم، هو لم كما قال الأستاذ محمد الصالحي لم تكن الأحداث بتلك الخطورة لولا التهويل الإعلامي من قبل البعض والتربص بمأرب وجعل من الحبة قبة بما يحدث في محافظة مأرب، مع أن ما يحدث في غيرها من المحافظات ربما أكثر بكثير ويحتاج إلى النظر. لكن بالأحرى أن تراجع كل القضايا وكل الملفات، وأن تكون القوى الأمنية على يقظة وهي كذلك، وما حدث من إخضاع لهؤلاء الخارجين عن القانون إلا باحترافية القوى الأمنية، وكذلك بدعم السلطة المحلية ووزارة الداخلية، وتابعت الأحداث أولا بأول إلى أن تم إخضاع هؤلاء للقانون وتم اعتقالهم، وسيحاكمون محاكمة عادلة في قضاء عادل. لكن لابد أن تراجع كل الأحداث حتى لا تتكرر مرة أخرى، وحتى لا يحدث هذا الشيء في مأرب مرة أخرى. وكذلك لابد للحكومة الشرعية أن تضع يدها على المحافظات المحررة كاملة حتى يأمن اليمنيون بالأمن والاستقرار الذي ضحوا من أجله سنوات عديدة ووقفوا في وجه الميليشيا الحوثية. لابد أن يكافأ اليمنيون بدولة مدنية عادلة حتى يستقر حالهم، وحتى يعود اليمنيون إلى ديارهم سواء في المحافظات الجنوبية أو في مأرب أو في غيرها من المحافظات. نعم، إذا لو تساءلنا أيضا عن دور الأطراف في مأرب كالأحزاب السياسية والجيش والأمن، كيف كانت ردود فعلها في هذه الأحداث؟ نعم، كل الأطراف الموجودة في مأرب ردود أفعالها إيجابية، وقفت مع الدولة واجتمعت مع المحافظ، اجتمعت الأحزاب السياسية ووقفت إلى جانب الدولة وأصدرت بيان بأنها ستكون مع الدولة في
مجابهة أي خارج عن القانون، وأن الجميع لابد أن يخضع لسلطة القانون، ولن يظلم أحد في ظل دولة عادلة وفي ظل أمن يريد الاستقرار للناس جميعا. وهذا ما حدث من قبل الأحزاب السياسية وكذلك من قبل القوى الموجودة في محافظة مأرب، وكذلك المواطنون كانت ردود أفعالهم جميعا بأن الدولة قامت بواجبها ولا بد أن تقوم بواجبها دائما، ولا بد أن يأمن الجميع بالأمن والاستقرار، لأن الأحزاب السياسية وهم جزء من المجتمع ومن النسيج الاجتماعي الموجود، فهم شأنهم كشأن أي مواطن يريد أن يأمن، يريد أن يعيش حياة كريمة، يريد أن يعيش حياة مستقرة، ولن تكون هذه الحياة الأمنة المستقرة إلا في ظل قوى أمنية فاعلة يقظة تعمل على أمن واستقرار المواطن. ولا بد للمواطن وكذلك الأحزاب السياسية ولجميع الموجودين أن يقفوا إلى جانب القوات الأمنية، وألا يسمحوا لأحد بالعبث بالأمن والاستقرار، لأن العبث بالأمن والاستقرار هو عبث بحياتهم وعبث بممتلكاتهم، ولن يتحقق لهم شيء إذا لم يتعاونوا مع الدولة ولم يتعاونوا مع السلطات الأمنية التي توفر الأمن والاستقرار للمواطنين. نعم، إذن لو تسألنا أستاذ زيد عن ألا يجب أن يكون هناك أيضا حضور سياسي إلى جانب الحضور الأمني لتصبح مأرب مصدر للعمل السياسي وعودة المكونات السياسية وربما حضور البرلمان؟ مأرب مدينة مؤهلة فعلا على احتضان القرار السياسي اليمني، وهي تعتبر حاليا العاصمة الحقيقية لليمنيين، لكن اعتقد ان البنيه التحتيه في مأرب ولا تؤهل مأرب انها تستضيف حدث كمجلس النواب او كرئاسه الجمهوريه او رئاسه الوزراء، ان البنيه التحتيه في مأرب ضعيفه جدا. على الحكومه اولا ان تتخذ القرار السياسي وان تساعد مأرب في بناء مؤسسات الدوله وان تساعدها في بناء البنيه التحتيه، ثم من ناحيه امنيه مأرب اعتقد انها من أمن المناطق في اليمن التي هي على قدرة على استضافة مثل هذه الأحداث، لكن البنية التحتية كما ذكرت هي التي ربما ستكون العائق أمام استضافة مثل هذه الأحداث. نعم، إذن لو تسألنا عن علاقة هذه الأحداث الأخيرة بانسحاب قوات الإمارات وعتادها من اليمن، كيف يمكن الحديث؟ القوات الإماراتي في مأرب كان موقفهم صراحة إيجابي طول الفترة الماضية، وكانت صواريخ الباتريوت الإماراتي تصد كل الهجمات التي تعرضت لها، الصاروخية التي تعرضت لها مأرب. والانسحاب من مأرب لم يكن بشكل كامل، وإنما تم تخفيف التواجد الإماراتي في مأرب. وأعتقد أنه سياسة الإمارات في مأرب أو سياسة السلطات المحلية في مأرب بالأحرى تختلف تماما عن سياسة الإمارات في بقية المناطق، ولذلك كان التعاون بين القوات الأمنية وبين التحالف قائم على الشراكة ولم تكن هنالك وصاية. وأعتقد أن انسحاب الإمارات أو تخفيف تواجدها في مأرب لن يؤثر ذلك على القوات الأمنية، وليس هنالك حسب علمي خلاف بين الإمارات والسلطات المحلية داخل مأرب بخلاف بعض المناطق الأخرى المحررة. لذلك أعتقد أنه لن يكون هنالك تأثير كبير، وليس للأحداث حسب تقييمي ليس للأحداث أي ارتباط بانسحاب القوات الإماراتية، إذ أنها الباتريوت أساسا ما زال موجود وهو يدار إما من الإمارات أو من السعودية، بالأخير هي قوات التحالف تدير هذا الباتريوت. وإن سقطت بعض الصواريخ في مناطق خارجة عن مدينة مأرب قليلا، فالباتريوت ربما لا يغطي كل المنطقة، أو أحيانا قد تحصل أن تسقط بعض الصواريخ أو أن تقترب من المدينة، ولكن أؤكد أن الباتريوت ما زال يصد هذه الهجمات الصاروخية، وأن الانسحاب الإماراتي ليس له علاقة بما حدث، ما حدث تم التنسيق له مسبقا، وكما ذكرت هنالك عدة أحداث حصلت تثبت أن الميليشيات الحوثية كانت دائما تخطط لزعزعة الأمن داخل مأرب، وقوات الأمن كانت فعلا صدت كثير من هذه المخططات وضبطت كثير من المخربين، وهنالك فيلم عرض تقريبا لمدة ساعة
عن المخربين الذين بعثتهم قوات الحوثي الى مأرب، منهم متخصصين في زرع الارغام، منهم متخصصين في زرع بوات ناسفه في سيارات قيادات المقاومه والجيش الوطني، وهنالك كذلك خلايا نائمه حاولت اثاره الفتن والبلابل داخل المدينه، وهنالك للاسف كذلك بعض الاعلاميين الذين يخدمون الميليشيات ويشاركونهم في هجماتهم على مأرب. لذلك ما حصل حاليا ليس تمرد كما يظن البعض من مجموعة بسيطة، وإنما هو مخطط يتم الإعداد له منذ 4 سنوات، ولذلك كانت هجمتهم على مأرب قوية طول الفترة الماضية، وهذا كان جزء من المخطط. بدأت هجمتهم الإعلامية قبل أن يهجموا على قوات الأمن في مأرب. الهجوم على قوات الأمن في مأرب وقتل أو استشهاد 2 من أبناء الأمن كان نتاجا لهذا التحريض الذي تعرضت له مأرب، وكان نتاجا لمخطط عدته ميليشيات الحوثي، وهنالك غرفة عمليات تم ضبطها كانت تتعامل مع ميليشيات الحوثي بشكل مباشر وتتعامل مع غرفة العمليات في صرواح، وأثبتت أنه فعلا الأحداث الجارية كانت تنسيق محكم وتنسيق مسبق مع قوات الحوثي، وربما هم أثاروها حاليا لإثبات أن هنالك خلاف بين التحالف ومأرب، وهذه ربما ليس لها أي علاقة أبدا. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ زيد. أعود إليك أستاذ خليل. أستاذ خليل، يعني ونحن نتحدث عن أو تحدث معنا الأستاذ زيد حول أن العلاقة في مأرب مع الإمارات كانت مختلفة كليا عما هي في بقية المناطق، إذ أن السلطة استطاعت أن تفرض وجودها وكانت علاقة شراكة أكثر منها أي علاقة أخرى. كيف استطاعت السلطة في مأرب أن يعني أن تفرض وجودها بهذا الشكل، مما يعني يجعلنا نتساءل لما لا يحدث الأمر ذاته في بقية المحافظات المحررة؟ نعم، هذا ما حدث في مأرب. الشراكة كانت شراكة يعني شراكة يعني ممتازة مع القوات الإماراتية الموجودة. ما حدث هو أن حينما يكون لديك برنامج وحينما يكون لديك إرادة في تفعيل السلطات وتفعيل دورك كسلطة محلية، الجميع سيحترمك، الجميع سيكون سيقف بجانبك بغض يعني غير حين يعني غير أن تكون لديك مجرد أن تكسب من وراء هذه الأحداث وتريد أن تأكل من وراء هذه الأحداث، سيتعامل معك بنفس الطريقة التي تريد أنت. لكن السلطة المحلية بمحافظة مأرب سلطة مسؤولة وتريد أن توفر وجود للدولة في هذه المحافظة. هذا ما حدث بالفعل. السلطة المحلية كانت قوية واستطاعت تفعيل وتجهيز الأجهزة الأمنية بحرفية عالية، ولم تسمح لأي أحد أن يتدخل في قراراتها المحلية، وكانت العلاقة هي علاقة جيش مع القوات الإماراتية وغيرها في مجابهة الميليشيات الحوثية، ولم يكن لديها أي تدخل بالتفاصيل الداخلية لحياة الناس ولتفاصيل السلطة المحلية، وهذا ما حدث بالفعل في محافظة مأرب. السلطة المحلية كانت شجاعة وقررت أن تكون قراراتها مستقلة، وأن تكون الأجهزة الأمنية لها دور فعال في توفير الأمن والاستقرار، والقوات الإماراتية كانت إلى جانب السلطات المحلية وكان لها لقاءات مع السلطة المحلية، لقاءات تكاملية، ودعمت السلطة المحلية بكثير من الأشياء سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما حدث بالفعل في محافظة مأرب. نعم، إذا أستاذ زيد، يعني لو تحدثنا أيضا كيف يمكن قراءة هذه الأحداث وفق السياق الوطني ومعركة وجود الدولة؟ يحصل في مأرب هو امتداد للموقف الوطني على مستوى الجمهورية اليمنية، ومن يقاتل على مأرب أو من يدافع عن مأرب هم خليط من أبناء اليمن، كل من كل المحافظات ومن كل المدن ومن كل المديريات، بل
هذا يثبت أن مأرب استطاعت أن توحد اليمنيين على موقف وطني واحد، وهو الدفاع عن الجمهورية ضد الميليشيات الإمامية التي تريد أن تعيد اليمن إلى الوراء، لا أقول سنوات بل عشرات السنوات. استطاعت مأرب أن تتسطر القضية الوطنية وأن تعيد أبناء اليمن جميعا، وأن تجمع لحمتهم في مواجهة هذا التمدد الإيراني الإمامي في اليمن كل. فمأرب الآن تشكل انطلاقة وطنية كبيرة لتحرير اليمن كامل، أولا بأنها تحررت من رئيس هذه الميليشيا، وثانيا أنها استطاعت أن تبني دولة وتكون قدوة لكل المحافظات، وتمثل أمل لكل اليمنيين الطامحين إلى بناء دولة مؤسسات يكون فيها تواجد السلطات الأمنية، وتكون فيها القوة والقبضة على السلطات الأمنية، وهي فعلا انطلاقة وطنية قوية. الأمر الثاني، مأرب سياسيا أثبتت أنها قواتها السياسية نخبها الاجتماعية أثبتوا فعلا أنهم كلهم على موقف وطني جامع، تصدوا للميليشيات ربما لا أقول كلهم وإنما شبه إجماع في مأرب كان على مواجهة هذه الميليشيات. على المستوى السياسي، الأحزاب السياسية في مأرب كلها أدانت تواجد الميليشيات وأدانت الاعتداء على مأرب ووقفت إلى جانب السلطات المحلية، وهذا فعلا كان يشكل رافد وطني كبير لتحرير بقية المناطق اليمنية. انطلقت من مأرب قوافل الجيش الوطني إلى كل المناطق المجاورة، وانطلقت إلى كل المديريات وكل المحافظات لتحريرها. مأرب رافد وطني كبير ماليا واقتصاديا كذلك، فهي تدفع الكثير من رواتب الموظفين أو الجيش الوطني في بقية المناطق العسكرية، وهي بهذا تمثل بعدا وطنيا كبيرا. مأرب اليوم هي الدولة، مأرب اليوم هي مأوى اليمنيين جميعا، مأرب اليوم هي أمل لنا جميعا في بناء الدولة اليمنية الحديثة، مأرب اليوم هي القوة التي نعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى في أن تعيدنا إلى محافظاتنا، في أن تعيدنا إلى مديرياتنا، في أن تعيدنا إلى قرانا ومنازلنا. مأرب اليوم يجب علينا جميعا أن نقف معها، وأن يكون موقفنا الوطني معها، والوقوف إلى جانبها للتصدي لكل الحملات سواء كانت إعلامية أو مخاطر أمنية تحيط بها. فيجب علينا أن نكون على موقف وطني واحد، سواء قوى سياسية أو قوى عسكرية أو نخب إعلامية أو نشطاء وكل شرائح وفئات المجتمع، لأن مأرب هي آخر معاقلنا، وأي خطر يحيق بها فإنما يحيق بنا جميعا، وموقفها الوطني هو داعم لنا جميعا ورافد لنا جميعا وأمل لنا جميعا في العودة إلى حضن الدولة والعودة إلى بناء مؤسسات قوية تحترم النظام والقانون وتحترم حق المواطنة اليمنية. نعم، إذا شكرا جزيلا لكم الضيفي العزيزين خليل الملكي الصحفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وكذلك الأستاذ زيد أشليف الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.